السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب الكرام، يسعدنا أن نتواصل معكم ونتابع هذا الموضوع لهذا اليوم. موضوعنا لهذا اليوم حول حقيقة القوامة بين الرجل والمرأة. مفهوم القوامة هو من أكثر المفاهيم الإسلامية التي يدار حولها لغط كبير. البعض من الرجال يعتبر القوامة ذريعة لقهر المرأة وإدلالها، والبعض الآخر ربما يعتبره دليلا على أن الرجل يأتي في المرتبة الأولى ثم بعده تأتي المرأة في المرتبة الثانية. وبالتأكيد كل هذه تفسيرات خاطئة لا علاقة لها بصحيح الدين الحنيف. نريد أن نناقش هذه الإشكالية التي أحيانا قد تساعد على الخلاف داخل الأسر. فالأسرة هي البيئة الطبيعية والضرورية لنشأة المجتمع. الإسلام ينظر إلى الأسرة على أنها اللبنة الأولى للمجتمع، ولهذا حافظ عليها وشرع لتقوية هذه اللبنة وتدعيمها مبادئ وقوانين وتشريعات تحقق وتحافظ على الأسرة. فاهتم بحقوق الزوج على زوجته، واهتم بحقوق الزوجة على زوجها، وتدخل الدين الإسلامي لعلاج ما قد يطرأ على هذه العلاقة من مشاكل بهدف الحفاظ على الأسرة وضمان قوتها، لأن هذه الأسرة هي البيئة الطبيعية لوجود الأبناء. وفي الأسرة يكتمل نمو الأطفال الصحي والجسمي والفكري والعقلي بطريقة سليمة. وكلما كان هناك نزاع أو خصام يتزعزع بناء الأسرة ويتأثر الأطفال. ومن بين المشاكل التي تطرح هي مشكل القوامة. القوامة هي شيء مؤثر جدا داخل النظام الأسري، لأنه يعتمد على إنفاق الأموال. ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذه الإشكالية ديال القوامة يكثر فيها الجدل بين الرجال والنساء، نريد أن نقوم بتوضيحها على ضوء الكتاب والسنة. ما هي القوامة؟ هي في المعنى اللغوي قوام الشيء، نقول عماده ونظامه. قوام الشيء هو عماده ونظامه. ومن ذلك نقول القيم هو الذي يقوم على شأن شيء ويصلحه. القيم على المدرسة، القيم على المسجد، القيم على الدار. يكون إنسان يشرف على تسيير وتدبير ومراقبة هذا المتاع. هذه القوامة في معناها العام. لكن القوامة الزوجية المقصود بها هي ولاية. الله تعالى يفوض بها للزوج للقيام على مصالح زوجته، ويدبر شؤونها ويحفظها ويصونها. الأصل في مشروعية هذه القوامة للرجل على المرأة في الزواج هي الآية التي ذكرناها. ربنا عز وجل قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. المسألة لها رعاية ولها تدبير مالي وإنفاق. الإنفاق أساسي في كل منظومة. عندك شركة، عندك إدارة، عندك مؤسسة، عندك وزارة،
لابد أن يكون فيها واحد القسم يهتم بالجانب المالي وبالجانب الإنفاق. المؤسسة ديال الأسرة أيضا تحتاج إلى إنفاق مستمر على الطعام، على الشراب، على السكن، على التداوي إذا وقع مرض، على تمدرس الأطفال، على مصاريف أخرى إضافية كثيرة. من يتحمل الإنفاق في هذه الحالة؟ أولا نريد أن نؤكد بأن الإنفاق على الزوجة له أجر عظيم. هذه القوة التي هي شريعة ربانية ربنا سبحانه وتعالى أكد عليها في كتابه العزيز حينما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وما كما ذكرنا أيها الأحبة الكرام هي ولاية يفوض بها للزوج القيام على مصالح زوجته بالتدبير وبالصيان. هذه القوامة ربنا جعلها تشريف للرجل وأيضا تكريم للمرأة، والله سبحانه وتعالى أعطى للرجل القدرة على الإنفاق، وجعل ربنا عز وجل للإنفاق على الرجل أجر وثواب عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على رقبتي ودينار تصدقت لي على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا هو أنفق الذي أنفقته على أهلك. فهذه الناقة على الأهل فيها أجر وثواب كبير. ربنا جعل السبب في جعل القوام للرجل على المرأة لأن الرجل يمتلك مقومات خاصة جسدية وخلقية، كونه يكون قوي البنية ويكون معتدل العاطفة وكونه يقدر على أن يبقى مدة طويلة يتحمل. لهذا ربنا جعل النبوة والرسالة وأيضا جعل التكاليف الشرعية منطة بالرجال دون النساء كالإمامة الكبرى وكإقامة الشعائر الدينية من أذان وإقامة وجمعة. والمرأة لكون عندها عاطفة معتدلة وأحيانا تكون جياشة وضع لها الإنجاب ووضع لها الحمل والرضاع والتربية، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبدل الأشياء. فتساءل العلماء هل يمكن أن تنتقل القوامة من المرأة إلى الرجل أم لا، أو تنتقل من الرجل إلى المرأة؟ أي نعم ممكن أن تنتقل، لأن الظروف لا تكون دوما مستقرة، فقد يصاب الرجل ببعض الظروف الخاصة كأن يكون مريض غير قادر على العمل، وقد يكون هذا الرجل أصيب بخلل في عقله، وقد يكون قد أصيب بظروف التي تمنعه من الكسب. هنا يمكن القوامة أن تنتقل للمرأة، فالمرأة تكون قوامة على زوجها وبالتالي هي التي تنفق وهي التي تصرف وهي التي تدير شؤون البيت. فليس كما يقال في بعض الأوساط النسائية أن القوامة للرجال على النساء هي نوع من تكريس الذكورية في مجتمعاتنا وتخول للرجل حق ممارسة الدور المتسلط. لا، ممكن أن تتحول هذه القوامة من الرجل إلى المرأة، خصوصا وأن الله تعالى قال بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجال يمكن أن يكونوا مفضلين على النساء بمعيار معين، والنساء يمكن أن يكون مفضلات على الرجال بمعيار آخر، ومن ثم فإن القوامة لا تعني بحال رفعا للرجال ولا تعني خفضا للنساء، بالعكس هي تتقلب بين الرجل والمرأة بحسب القدرة والاستطاعة على تسيير شؤون العائلة وتدبير مصالحها ورعاية الأولاد وتوفير احتياجاتهم وغيرها من الأمور.
فقوامة الرجل لا تعطي أفضلية للرجل على حساب المرأة، وإنما تعني أن القيادة ينبغي أن تكون في طرف أساس، وهو الذي عنده القدرة على التسيير وتحمل مسؤولية وأعباء الأسرة. ويمكن أن المرأة هي التي تقوم بهذه المسؤولية، فهي لا تقل أهمية عن دور الرجل. لهذا يمكن أن نفهم القوامة في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض من إطار الرعاية والمسؤولية. فمعنى كلكم راع، ما معناها؟ أي إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وهذه القوامة أيها الأحبة الكرام هي إضافة وإشراف. وفي عصر هذا العصر الذي صارت فيه المرأة عندها حقوق وعندها مكانة، ممكن يكون الدور مشترك بين الرجل والمرأة في تسيير وتدبير شؤون الأسرة، ولا يعني بحال أن ذلك تسلط لبعض الرجال على النساء وفي ذلك امتهان لكرامة المرأة، وإنما الأمر قد يكون في تصرفات خاطئة لبعض الرجال. نذكر أيها الأحبة الكرام بأرقامنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.